كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد فطوطه اللي طلع علينا امبارح وكتب القضيه ممكن وشمتان في النادي الاهلي، خالد فطوطه اللي مرتضى منصور مسح بيه الارض. طيب خالد فطوطه عمل ايه؟ خالد فطوطه تناول حبوب الشجاعه ورد على مرتضى منصور. معقول الكلام ده؟ رد بس ايه يعني، مثلا بدل ما اقول له انت كذاب يقول له لا انت ما بتقولش الحقيقه، يقولوا انت مفتري، انت عندك 70 سنه فعيل فاكبر. في حاجات كده قالها ايه بشياكه بس لها مدليل ومعاني اخرى. طيب انا مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه رد قال ايه على مرتضى منصور لما اتهمه بالبخل وانه بيقبض 400,000 و500,000 وعنده 3-4 مليون ولا 40 مليون في البنك، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. يلا بينا نوصل ونروح لخالد فطوطه ونشوف قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. من يومين وهو بيذكر اسمي وبيتكلم على موضوع التبرعات اللي ضده، واتكلم عن اشخاص كتيره جدا ليس لي علاقة بغيري، ولكن هتكلم عن نفسي. هو قال إن خالد غندور بيمتلك 20-30 مليون جنيه، خالد غندور بيتقاضى أجر 400-500 ألف جنيه، وخالد غندور بخيل، معروف إنه بخيل. أنا عايز بس أوجه له رسالة كده بسيطة وأقول له سيادة المستشار مرتضى، لو أنت حاسس بالظلم وحاسس إن أنت مظلوم ما تظلمش حد. لو أنت حاسس انه رحيلك عن نادي الزمالك لاسباب مختلفه قد تكون قانونيه قد تكون لجنه اولمبيه وزير الشباب والرياضه، القانون ده شيء ما بينك وما بينك. انا مش طرف في معركه ومش طرف في خناقه ومش طرف في خلاف شخصي، وانا مش تبعك ولا تبع كابتن حسين لبيب ولا تبع اي رئيس نادي زملكاوي. انا تبع نادي الزمالك، انا في ظهر نادي الزمالك، ولو بدعم نادي الزمالك ولا ادعم اشخاص. انا مش ضد المستشار مرتضى منصور ولا ضد كابتن حسين لبيب ولا ضد اي واحد يتبوأ مسؤوليه. دايما الواحد لازم يكون في ظهر الناس في الصح، ولو في شيء غلط انا بقوله رغم إن ده ما بيتقالش في قناة نادي الزمالك، يعني ما ينفعش أنا أكون ضد قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك. برغم كده في وجود كابتن حسين لبيب اعترضت على وجود حمدي النجاز، اعترضت على فكرة رحيل محمد عبد الغني، اعترضت على فكرة إعارة محمد صبحي بنية البيع، وده مش دوري على فكرة في قناة نادي الزمالك إن أنا أكون ضد قرارات المسؤولين عن نادي الزمالك ومجلس الإدارة. وبالتالي هي بس يعني كلمة واحدة. أنا وصلت دلوقتي 51 سنة، الشباب مرتضى وصل ل 70 سنة، إحنا مش صغيرين، واللي فات من العمر مش زي اللي جاي. والانتصار الوهمي من وجهة نظري لمحاولة فضح الناس ده مش يعني ولا في ديننا ولا وقتنا ولا سننا. البني ادم اللي بيحاول يفضح الناس اكيد ربنا هيفضحه، احنا اتعلمنا كده في ديننا ان احنا ما نفضحش البني ادمين، ما بالك بقى لو كان شخص يشعر انه مفترى عليه ويفتري على الناس. انا ارى ما قيل عني هو افتراء، لان المستشار مرتضى منصور يعلم جيدا ان انا لا اتقاضى اجر يمكن اقل اجر اتقاضاه يعني من 11 سنه، وهو نفسه بعد احدى المباريات قال خالد غندور مش راضي يمضي لانه مش عاجبه الفلوس، او مش راضي يمضي عشان الفلوس. وانا طلعت وقلت ان انا بتقاضى اجر اقل بكتير من اللي كنت بتقاضاه في دريم سنه 2010، وهو يعلم ده. وما تعاقدت مع قناه نادي الزمالك تعاقدت بأجر قليل جدا على قيمتي الإعلامية وعملي وشغلي طوال سنوات.
واشتكيت للمستشار المنتدى في ذات الوقت، قال لي اشتغل يا خالد وربنا يسهل. بل كمان انا كنت بتقاضى في برنامج الزمالك اعلى بكتير من اللي كنت بتقاضاه، مش بكتير قوي يعني، من كنت بتقاضاه في قناه الزمالك الحاليه. وبالتالي انه يذكر 400 و500 الف جنيه وهو يعلم جيدا ان الكلام ده مش صحيح، ان يذكر ان انا ثروتي 20 30 مليون جنيه، معرفش انا جبتهم منين دول، انا ما بشتغلش في حياتي غير الاعلام، انا بطلت كوره عمري ما دخلت غير 120 الف جنيه، وسبت بعض الفلوس وما رفعتش اي قضيه على نادي الزمالك حبا في نادي الزمالك، والحمد لله عندي اسره وعندي 5 اولاد بيتعلموا وبعلمهم احسن تعليم. فهي كلمه واحده، حرام عليك ان انت تفتري عليا، وحرام عليك تكون حاسس بالظلم وتظلم غيرك. ومره اخيره انا مش في مجال معركه مع حد، مش انا اللي مشيت مجلس اداره المستشار مرتضى منصور، مش انا السبب في رحيل المستشار مرتضى منصور، ومش معنى ان انا اساند مجلس الاداره الحالي او السابق برئاسه اللواء عماد عبد العزيز ان انا بساند اشخاص زي ما كنت بساند في بعض الاحيان المستشار مرتضى منصور، رغم ان مساندتي للمستشار مرتضى يعني كانت سبب في رحيلي عن قنوات كتيره جدا كان في ذاك الوقت بيمنع من الدخول فيها وكنت بدخله. وكان فاكر 2014 2015 لما خدنا دوري وكاس، كان القناه الوحيده اللي بتحصل في الكواليس، ما تعرفوش ان انا في وقت لما كان المستشار مرتضى منصور بيخش ويعمل مداخلات ساعه وساعه ونص اعترضت بشده، ولكن مش على الهواء، وكل الصحفيين عارفين هذا الكلام. وتم منع الظهور اكثر من شهر ونص بقرار من المستشار مرتضى منصور، وتحملت مداخلاته اللي كانت في بعض الاحيان فيها خروج عن النص، وكنت ما بين نارين، هل اسبب مشاكل لنادي الزمالك وارحل عن القناه وعلى الهواء مباشره اعترض على بعض ما قيل، ولا امسك نفسي؟ وقدرت امسك نفسي لفتره لغايه ما تواصلت مع المستشار مرتضى منصور بره الهواء عشان ما يبقاش على الهواء. وكمان اهم حاجه ان احنا زي ما بنحترم الناس يا جماعه وبنقدرهم، الناس تحترمنا وتقدرنا، وزي ما بنكبر الناس وبنحتفظ باسرار كتيره جدا احتراما للعشره واحتراما لاخلاقنا واحتراما لتربيتنا واحتراما لديننا، فعلى الاخر ايضا ان يحترم الشخصيات والعشره والعيش والملح. فمره واثنين وثلاثه، رساله بسيطه جدا للشعب مرتضى منصور، اذا كنت حاسس بالظلم ما تظلمش غيرك وما تقولش كلام غير حقيقي، وانا واخد بالي من كل لفظ انا بقوله، ما تقولش كلام غير حقيقي عني، لان حرام عليك. وان ربنا سبحانه وتعالى لو انت حاسس بالظلم وعايز يعني يرجع لك حقك غيرك. ومرة واثنين وثلاثة جمهور الزمالك العظيم، اقسم بالله ان كل ما قيل عني من قبل المستشار مرتضى منصور غير صحيح بالمرة، وكل كلمة قالها عني يعني كان فكرة زعل من وجودي في قناة نادي الزمالك بعد رحيله، ووجودي في قناة نادي الزمالك ودفاعي عن بعض يعني القرارات اللي اتخذت من قبل كابتن حسين خالد فطوطه. كون انه يرد على مرتضى فدي تعتبر شجاعه، حتى لو شجاعه مغلفه، حتى لو في بعض الكلام بيقول لك سياده المستشار سياده المستشار، وهو لا مستشار ولا يحزنون، مرتضى منصور محامي، ايه اللي ما استشاره؟ مستشار فين؟ كان في يوم من الايام قاضي ولا مستشار يمين ولا شمال، واستقال علشان موضوع عادل امام، ومش عادل امام، وراح رفع قضيه على عادل امام لما عمل فيلم حسن سبانخ، فاكرين يا جماعه لما هو ولد عشان يعمل شهره وكده،
وبعد ما استقالوا جاوا خدوا الريان، وبعد كده اشتغل مع الريان وحصل بقى اللي حصل مع الريان. تمام؟ يعني هو لا مستشار ولا غيره، هو راجل محامي. قول الاستاذ مرتضى هو لما قالك يا خالد يا غندور واهانك، واضح ان خالد الغندور عارف حاجات كتير عن مرتضى في الكواليس بس ما يقدرش يقولها. مرتضى قطع له لسانه، مش خوفا على نادي الزمالك ولا خوفا على مصلحه الزمالك ولا اداره الزمالك ولا الكلام الفاضي ده، وبقول انا اكتر من مره ابقى عايز استقيل على الهواء. يا راجل يا راجل انت قعدت تطبله مرتضى، فاكرين يا جماعه؟ فاكرين لما قعد يسقف ويهلل هو احمد جمالات والواد طارق يحيى ومش عارف مين تاني كان معاهم ومرتضى وعمالين يسقفوا وهزاز الرؤوس؟ كان بيطلع يقول اسماء مصر كلها وارقامه بتاع. اه انت كنت ايه؟ خايف على منظرك مش على اي حاجه تانيه. وانت طول ما انت بتاكل عيش يا راجل، ده مره اهانك وبهدلك ومسح بيك الارض، وجماهير النادي الاهلي قالت لك كرامتك وعيب وامشي، انت قلت لهم لا انا اقدر احافظ على كرامتي كويس. كرامتك هو خلف كرامتك كرامه يا حبيبي؟ اللقمه اللي تتاكل وهي متغمسه بقله الادب وبقله الكرامه ملهاش لازمه. هتمشي من قناه الزمالك هتروح اي قنوات كتير، هتروح اون، هتروح ان، هتروح بن، هتروح كل، هتروح الحياه. ما هو كريم حسن شحاته اهو مشي من قناه الزمالك لما كان مرتضى بيبعت له رسائل وقله ادب ويقول له ما تجيبش سيره حلمي طولان، ما تقولش ما تقولش، وساب القناه ومشي. فيا خالد يا فطوطه، عايز تطلع تتناول حبوب الشجاعه وتقول كل ما لديك قول، مش عايز انما طالع بس تقول ان انا ما باخدش 30 مليون و20 مليون و500 الف و400 الف. الراجل كان بيقبضك وعارفك انت بتاخد كام. خالد الغندور في ايام مرتضى منصور كان بياخد 250 الف جنيه في الشهر، تمت زياده راتب خالد الغندور. دلوقتي خالد الغندور بياخد 350 الف جنيه في الشهر. ربنا يزيد كل الناس، ربنا يوسع على كل عباده. ولكن ما تطلعش تقول انا ما باخدش، لا بتاخد، لا بتاخد. وعمرو اديب بياخد ملايين في السنه، بياخد له 20 25 مليون في السنه، ده غير الحاجات التانيه اللي في الشهور. فما نتكلمش على الراتب لان كل واحد بيحتفظ براتبه نفسه، اللي بياخد قد كده في اللي بياخد قد كده. ولكن هو طلع قال عليك بخيل، وانت فعلا بخيل، انت فعلا بخيل والناس كلها عارفه انك بخيل. لكن انت رديت عليه بس رد مغلف، يعني انت ما بتقولش الحقيقه، انت ما بتقولش الصدق، بلاش افترى، انت عندك 70 سنه، انت حسيت بالظلم، بلاش تظلم الاخرين، انا مش طرف في الخناقه، انا مش عارف ايه. ماشي، انا اعتبره ان هو رد قوي من خالد فطوطه على مرتضى منصور. انتهى الفيديو بتاعنا. اخواتنا الاهلاويه اللي بيستخسروا اللايك، معلش لو سمحت جرب كده اللايك، يمكن تلاقيه شغال، جربه كده تلاقيه شغال ان شاء الله. جرب كده تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو على اكونتك، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه عشر. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.